خلال فقرة مطبخ دمتي، حضري شي والمقترحة على موقع فنتيا.com باستعمال تقنية الشيف. شاركيها معنا وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم. دمتي غادي تفتح لك أبواب عالم جديد من الإبداع. من جديد مرحبا بكل مستمعات ومستمعين الحادقات والحادقين اللي بطبيعة الحال كل مرة كيمشيو يدخلوا الموقع اللي هو فنتيا.com كيشوفوا الوصفة كيف عملها الشيف، أكيد طريقة ديال تحضير المقادير وبطبيعة الحال تقنية ديال الطبخ وفنون تقديم، هادشي كله كتعلموا معاه من خلال الدخول ديالكم الموقع اللي هو فنتيا.com. كل خميس مع 7:30 ديال العشية كتكون وصفة جديدة وكتبراو معها عليها دائما من 2 حتى الخميس في المطبخ ديالنا. كاين جوائز اللي عبارة عن أجهزة إلكترونية منزلية بالإضافة ربح أكبر اللي هو روبو الطبخ زويون. البصحة والراحة إن شاء الله للجميع وحد موفق إن شاء الله للكل. غنمشيو اليوم مدينة خريبكة مع لمياء. لمياء السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا، لاباس عليك؟ الحمد لله، عواشكم مبروك. علينا وعليك الصحة والسلامة. مبارك سعيد. علينا وعليك إن شاء الله. يا ربي آمين. لمياء أجي نشوفوا معاك اليوم أشنو الوصفة بعد اللي عندنا؟ صدر ديال الدجاج، صدوره ديال الدجاج معمرين بالصبانيخ ومن سمين بضامتي ثومه وضامتي دجاج. ممتاز، اجي ناخذ معك المقادير رجاء. اعطيني المقادير اول شيء ديال صدور ديال الدجاج. بسم الله. مرحبا. عندنا 50 غرام ديال الزبده، 3 صدوره ديال الدجاج، ربطه ديال الصبانيخ، نص ضامتي ثومه، ونص وملح وشويه ملح والبزار وحبه ديال الجزر، بطاطس وقرعه وحده واللوبيا الخضراء شويه. نعم. و 200 غرام ديال الجبن المحكوك ونص طامتي دجاج، والاضافه هي الرز. ولتحضير الخضار عندنا 200 غرام ديال الزبده وشويه الزيت. شحال ديال الزبده؟ 200 غرام. اولي على 200، تحضير الخضره 10 غرام. يلا 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 يلا. فكرتيني بالمستمع هذا البارح، حتى هي عطاتني 200 غرام في 100 غرام ديال الزبده. يلا تكلم. 20 غرام ديال الزبده وشويه الملح. بالنسبه للفطر محشي، 6 الحبات ديال الفطر، جوج حبات ديال البصله، 50 غرام ديال الزبده، شويه ديال الزيت، 100 غرام قشده طريه، شويه البزار، 100 غرام جبن شويه، 100 غرام جبن وشويه الملح. نعم. بالنسبه للصلصات الفطر، هذه الحبات الفطر، شويه الملح، ابزار والزبده. نعم ممتاز. اجي نشوف معك تقنيه ديال الطبخ ديال الشيف ديالنا. يلا تقنيه الشيف كيفاش عطانا، كيفاش نفتحوا صدوره ديال الدجاج ونعمروهم ونلويهم في السلوفان ونديروا بيتبخروا في الكسكاس. يلا كيفاش كيفاش دار لها؟ دار حل الصدوره وحش درنا التعميره وحشيناهم في وسطهم ولويناهم في السلوفان. ودرنا وجمعناهم من الجوانب. اييه. ودرناهم يتبخروا في الكسكاس لمده 25 دقيقه. أتي حافظة الدرس لمياء. لمياء أول شيء تبارك الله عليك، عطيتينا المقادير وعلاش أنت معنا اليوم، لأنك أول شيء الصورة ديال الوصفة زائد المنتوج معها، ثاني شيء المقادير والطريقة ديال التحضير زائد الاسم ديالك والمدينة منين أنت كاملة. حنا ما كنستثنيو حتى شي مدينة الحمد لله، كل المدن المغربية تلمو أنكم كت. الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج. العفو. زوين وعجبنا بزاف. العفو العفو العفو. بعدا منها كنترفعوا منها كنربحوا منها كنشاركوا معكم ومنها كنطيبوا منها كنتعلموا بزاف ديال الحويشات. دونك بالصحة والراحة. اليوم لمياء بما أن العيد الكبير إن شاء الله قريب هي تكون عندك شوايه، كنتمنى يوصلوني الكادوات بكري ونصيفطهم لكم معليش ان شاء الله. دونك شوايه ديال تقدر تنفعك، راه تنفع في العيد الكبير كيف تنفعك مورا العيد، كيف بزاف ديال الامور راه كتقدري انك تقضي بها بزاف ديال الحاجات بالصحه والراحه. لمياء وكل السيدات والساده ان شاء الله اللي معنا حتى هما مرحبا بالمشاركات ديالهم كيف كل مره على الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 14 57 20 92. كتبعثوا لنا الوصفه اللي شفتوها على الموقع ديال فنتيا.com من خلال انكم كتشوفوا الطريقة ديال الشيف، المقادير والطريقة ديال التحضير بالإضافة للتقنية ديال الطبخ والفنون ديال التقديم، هادشي كله اللي تعلمتيه معاه. فكتعاودوا تصيبوا الوصفة وكتعاودوا تصوروها بالمنتوجات اللي استعملتوا وكتعاودوا تبعتوها لنا على رقم ديال الواتساب. ما تنساوش لي رجاء الاسم ديالكم بالكامل والمدينة منين نتوما، وحد موفق إن شاء الله للجميع. دامتي غادي تفتح لك أبواب عالم جديد من الإبداع. خلال فقرة مطبخ دامتي، حضري مع دامتي الشي والمقترحة على الموقع فنتيا.com باستعمال تقنية الشيف. شاركيها معنا وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم.